وعلى فكرة في إصحاح 10 بيتكلم طريق أمم وبعدين إلى خراف إسرائيل، لأنه فعلا أنه لازم يجي المسيح في ملء الزمان. اليهود كانوا بينتظروا المسيح المسيا اللي عندهم العهود والاشتراع والتبني والمواعيد، فكان لازم يجي لهذه المنطقة، كان الهيكل مبني، فكان لازم يجي لبني إسرائيل أولا حتى ما يكون عذر. لكن شو يوحنا البشير بيقول؟ إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا رجل ولا من دم، يعني مش أي شيء عرقي ولا أنه إحنا أبناء إبراهيم، بل ولدوا من الله. أكثر من هيك إثبات يعني. فهو المسيح لو جاء إلى شعب تاني كان ما تمتش نبوات العهد القديم، كان ما كانش في الهيكل والاشتراع يعني الشريعة والتبني، ما كانش في شعب عم بيتوقع مجيء مسيح، لكن ساءوا فهموا، فكروا بملكوت سياسي، فكروا بملكوت أرضي، إنه المسيح يثبت مملكته من أورشليم. نسيوا الغرض الأول من مجيء المسيح هو الخلاص، بعدين هذا الخلاص رح يصل إلى كل الأمم. هاي هي القصة أحبائي بكل اختصار في الكتاب المقدس.